ما يميز معرض العلاقة الدولي للكتاب هو الحضور اللافت للعناصر النسوية ومن كل الأعمار، حتى الأطفال كانوا حاضرين ولهم جناح خاص في قاعات معرض العلاقة الدولي للكتاب. الحمد لله كان حضور متميز، حضور يختلف عن بقية المعارض. شهدنا توافد النساء على المعرض بشكل ملحوظ، أيضا اطلاعهم على الكتب كان رائع جدا، وأيضا اقتنائهم للكتب. يعني كل شيء له وقت، الشوبينج له وقت، الكتابة يعني القراءة له وقت، الوظيفة لها وقت، كل شيء له وقت. ليش؟ بالعكس يعني أصلا النساء كل شيء مرتبات وقتهم، يعني أنا أحكي عن نفسي كل شيء مرتب وقتي. بعد المرة العراقية، يعني إذا قلت عن المرة العراقية جواب كافي راح يكون، يعني صدق مرة حديدية، لأن تخيلي يعني من كل شيء، يعني بس أقول المرة العراقية حس هذا جواب كافي والله.